زينب العبيدي شابة عراقية حولت منزلها إلى مأوى للحيوانات الأليفة، تقدم لها الرعاية والاهتمام وتعرضها للتبني بعد فترة. الدافع الذي حمل الشابة العراقية إلى تحويل منزلها إلى مأوى للحيوانات هو الغضب الذي شعرت به كلما صادفت حيوانات تعاني في الشوارع العراقية. هوايتي هي تربية القطط والكلاب السائبة والاهتمام بهم، العناية بهم، سواء يحتاجون تدخل طبي من طبيب بيطري أو توزيع وجبات طعام على الكلاب اللي بالشارع أو القطط. زينب البالغة من العمر 26 عاماً، معلمة ونصيرة لحقوق الحيوان، تستقل السيارة وتتجول في شوارع مدينة العمارة بجنوب شرق العراق حاملة عبوات الطعام للقطط والكلاب التي تهيم بالشوارع في ظروف مروعة. رغم تعرضها للسخرية لم تتراجع خطوة واحدة للوراء، بل إنها في هذه الفترة بصدد تأسيس فريق لإنقاذ الكلاب والقطط. وعلى الرغم من احتمالية نقل الكلاب الضالة الأمراض للبشر، إلا أن قتلها ليس هو الحل، هذا ما يؤكده الطبيب البيطري ماجد شهاب. انتقال الأمراض المعدية ما بين الإنسان وأخطر الأمراض وداء الكلب، السعار، أمراض الفطرية، أمراض البكتيرية، ما تخص علاقة مباشرة مع الإنسان والحيوان. احنا انا ليس يعني ما اشجع القتل او القضاء عليها بصوره يعني خلينا نقول عليها وحشيه. زينب التي قضت 5 سنوات في العنايه بالحيوانات الضاله ساعدت اكثر من 50 كلبا وعشرات القطط التي تم تبنيها فيما بعد.